ترى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام يوم قال 32 نقطة حسبته بيقولها أبو فهد تحمض أنت لا حقت محلات العطور يقول اقراها في نفسك يقول الناظر وش ليش حاطين يا عبد الله فيه هذا السؤال حقيقة أنا بوجهه لحبيبي هاني الله 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 هاني عندك ما يمديك تحول خلاص انت تقول تخيل لو كنت في صف الفول الطويل في رمضان يوم وصلت خلص الفول وكيف ردت فعلك اصلا لا يمكن اجلس واشوف الناس تاخذ فول تاخذ فول تاخذ ولا اسال بروح اقول له قبل ما الفول الفول يكفي الفول يكفي لا معليش مش منطق الكلام ده لا 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 مو مقنع لحظه شوي وفي الغالب الحين هذا مخرج السؤال في الغالب محلات الفول يدرون عدد الناس يعني هم يدرون عدد الناس فهم حاطين كميه بقدر كم جره كم جره كلهم يزود ترى الفول يزود الفول بعدين هذول كلهم غير محل بس اللي مكتوب في الورقه ايش يا راشد تخيل ها لو كنت في صف الفول ايوه يوم وصلت خلص الفول اعطيني ب 3 ريال فول ما في والله مخلص ابويا اذا خلص الفول انا مسؤول لا يا اخي كيف لا يا اخي طالع من صلاه العصر وصايم وحالتي حاله واقف في السرة بعدين تقول لي باقي ربع ساعه لدان المغرب انت ما شفت الخلق ما شاء الله تبارك الله كيف قاعد الطابور انا ماني من الخلق انت من الخلق الخلق اقول اجيب لك منين انا زود جرات يا اخي يا اخي صلي على النبي يا جماعه انتوا صايمين انت اخذت فول ايوه اخذت فول اديني يا اخي من الفول كيف اديك من الفول وانا قاعد اخلص الفول وليد مصالح مو مسؤول الا هذا اللي يجي يفرع من الناس خلاص خلاص تخيلت انا صح تخيل صح تخيل صح اثنين صايمين وقاعد يزعق لا اخر شيء اللهم اني صايم بسم الله الرحمن الرحيم صدق يعني ليش عادي يا ساري تقدر تجاوب عليه انت مو شرط